ونحقق 3 نقاط. بالنسبة كابتن على الإصابات، شايف عندكم إصابات في الفريق ولا جاهزين كل اللاعبين حق المباراة؟ والله عندنا إصابة أحمد عجب، بس يعني غاتسي ما يوقف على لاعب واحد، عندنا البدلاء الأكفاء، وإن شاء الله نقدم مستوى وإن شاء الله نحققها. يمكن مباراة غاتسي والكويت تختلف بآخر 3 سنوات، وإن شاء الله يعني فريقنا جاهز حق المباراة. إحنا الحين يمكن بالصدارة، يعني 3 نقاط تهمنا بشيء كبير عشان نفرق بالقسم الأول، يعني تعطينا دافع كبير. يمكن شباب عازمين على الفوز، وإن شاء الله نأدي أداء جيد. وأقول لأخوي خلف السلامة أبو عبد الله، ما تشوف شر، روح الحمد لله على السلامة وأجر عافية إن شاء الله. إن شاء الله نحتاج إن شاء الله بالمباريات الجاية. كابتن هير، عودتنا قبل كل مباراة حساسة تعطينا توقعاتك، نبي توقعات حق المباراة. والله ما فيها توقع. شوف مباراة نفس الكويت القادسية، مباراة كذي يعني ما توقع، بس ان شاء الله نطمح احنا للفوز، نفكر اهم شيء حاطين عزمنا على الفوز ان شاء الله. يعني طبعا اكيد مباراة القادسية والكويت يعني لها طابع خاص، مباراة ديربي بالسنوات الاخيرة. الحمد لله استعدادات الفريق يعني ممتازة، لعبنا مباراة ودية ويا صليبخات، واكيد الجهاز الفني يعني حاط فكرة معينة لهذه المباراة. نتمنى ان نتوفق بالمباراة هذه، يعني اذا فزنا يعني قسم الاول تكون بالصدارة. مباراة صعبة علينا، الكويت يعني راح يدش يعني يا فايز خزران ما فيه، يعني يبي 3 نقاط الكويت، وان شاء الله اللي علينا راح نسوي ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد، اغلب لاعبين الكويت اللي التقينا معاهم توقعوا نتيجه كبيره، الفوز على القادسيه. اي نعم، وكبيره النتيجه، انت شو تتوقع؟ والله شوف انا ما اتوقع صراحه النتيجه، لكن باذن الله ان شاء الله ان النتيجه والمباراه راح تكون متساويه باذن الله. الله يعافيك. اول شيء بنسمح مباراه الكويت، هذه مباراه مهمه، خصوصا الكويت تقريبا صار له 3 مواسم هو بطل الدوري يعني، واحنا معزمين يعني، والكويت هو تقريبا صار له كم موسم هو المنافس يعني غاتسي والكويت، وهذه المباراة اللي راح تفرق يعني، راح تخلي الفرق بين 8 نقاط تقريبا مع الكويت، وان شاء الله نفوز فيها. كابتن صالح، ما تشوف ان الفرق هذا راح يعطي دافع اكبر لنادي الكويت ام لنادي القادسية؟ الاكيد هو الفوز يعني راح يحيي الفوز حق الكويت، راح يحيي كل الفرق، انه راح تصير كل فرق قراب، وراح يصير بيننا وبين الكويت نقطتين. بس احنا هذا الفوز مهم بالنسبه لنا وايد، انه راح يعطينا فرق كبير يعني. الحمد لله يعني الفريق جاهز، ما عندنا نقص الا كابتن خلف السلامه يعني رجله في الجبس، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. كان ودنا يكون مع الفريق، لكن يعني هذه كره القدم، نقول لاعبين واصابات. الحمد لله الفريق جاهز وقاعد يستعد للمباراه بشكل جيد، نتمنى التوفيق للاصفر ان شاء الله، واهم شيء انه يقدم مستوى جيد يرضي الجماهير. كابتن مساعد كره التوفيق للفريقين، تكلمنا بس عن اصابه الكابتن خلف اثناء تدريب او من اصابه؟ والله في مشاركه الاخيره في مباراه الصليبخات الوديه تعرض لاصابه، وبعدها راجع الدكتور وانحطت رجله في الجبس لمده شهر. ما كنا نتمنى هالشيء هذا يعني، كابتن خلف السلامه كابتن كبير وله اسمه في الكويت كلها، نتمنى وجوده معانا في مثل هذه المباريات، لكن الحمد لله الشباب كلهم ان شاء الله فيهم الخير والبركه، ويعوضون ان شاء الله النقص هذا خلف السلامه، ويهدون للفوز ان شاء الله في المباراه الجايه.